طبعا خير، معاكم هناء فؤاد رئيس مكتب توصيل مصر الجديده. النهارده اول يوم العمل بقرار مجلس الوزراء ان احنا فتح التوكيلات العامه والقضايا، والحمد لله العمل ماشي على النظام، الناس ملتزمه بالتباعد وملتزمه باستخدام الكمامات، واحنا على قد ما بنقدر نخلي المكان امين بالنسبه للناس، بنعقم الصبح وبنعقم بعد الظهر، والحمد لله الدنيا ماشيه كويسه الحمد لله. والله العظيم